خلال الندوة التي عقدت بمعهد الإذاعة والتلفزيون تحت عنوان دور الإعلام في مواجهة الفكر المتطرف، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أهمية الوعي بخطورة الإرهاب والأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن الإعلام من أقوى آليات مكافحة الإرهاب. وأكد وزير الأوقاف أن الدولة تسعى لتدريب وتأهيل الأئمة إعلاميا وعمل حملات شاملة مشتركة تهدف إلى التوعية بمخاطر الفكر المتطرف. الإعلام الباني هو الذي يبني ولا يهدم، العالم الحقيقي والإعلام الحقيقي والمثقف الحقيقي لا يباع ولا يشترى. أكدنا على الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، وعلينا أن نواجه التسيب كما نواجه التشدد، وإن الإعلام جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، كما أن الخطاب الديني الرشيد جزء من الحل وليس جزء من المشكلة.